في محافظة شهد محافظها اللواء أشرف عطية حفل تكريم المعلم المثالي والأم المثالية، وذلك بحضور السيد خلف الزناتي نقيب المعلمين على مستوى الجمهورية والسيد ياسين عبد الصبور رئيس اللجنة الفرعية النقابية بالمحافظة. مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر مع زميلينا الدكتور أحمد محمدين وأشرف عباس. أكد الأستاذ ياسين عبد الصبور رئيس اللجنة النقابية للمعلمين على مستوى محافظة أسوان بأن اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين بمحافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد أسفر عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش إلى 37,000 جنيه، وأكد بأنه تم مناقشة جدول الأعمال مع طرح القضايا التي تهم المعلم. من جهة أخرى تم تكريم المعلم المثالي والأم المثالية على مستوى كل مركز من مراكز أسوان الخمس، وكذلك قدام المعلمين والرواد، وتوزيع جوائز العمرة والمساعدات المالية على المعلمين. توافد هذه النقابات إلى أسوان ده شيء يعني جميل وشيء يعني تواصلي حاجة رائعة. وعلى غرار المؤتمر الأول للنقابات في أسوان عاملين بعديها عقب على طول بعديها بنص ساعة حفلة لتكريم المعلم المثالي. احنا بنكرم المعلم المثالي هنا في أسوان حوالي 42 معلم مثالي، وقسمناهم إلى فئات وإلى مراكز، كل مركز بيقدم لنا 7 من خلال بمشاركة الإدارة التعليمية، مشاركة النقابة. معلمي المرحلة الابتدائية 1 في كل مركز، يبقى 6 معلمين ابتدائي، 6 معلم تعليم عام اللي هو الإعدادي والثانوي، ثم 6 برضو لمعلم التعليم الفني، ثم الأم المثالية، ثم المدير المثالي، ثم الرائد المثالي اللي هو طلع معاش. احنا بننسوش برضو بنكرم حوالي 6، بنكرم المدير المشرف المثالي اللي هو الموجه واللي في الإدارة التعليمية بنكرم حوالي 6، هذه 7 بنكرمهم بإذن الله. بالنسبة للاحتفالية بتاعت النهاردة بتضم 6 محافظات، النقابة الفرعية لأسوهاج ولوكسور وجينا والبحر الأحمر ولوكسور والوادي الجديد وإحنا أسوان. هو بيعمل عشان ما يبقاش في تجمعات ويبقى في برضو توفير للمال والجهد، بدل ما يبقى في القاهرة كل 6 تجمعات بيبقى في منطقة معينة، اتعملت في أسوان، وأسوان استقبلتهم النهاردة، احنا استقبلناهم في أسوان النهاردة للنقابات الـ6، وكل واحد بيعرض إنجازاته وبيعرض المشاكل الموجودة في كل نقابة فرعية بالمحافظات الـ6، وطبعا احنا عرضنا إنجازاتنا احنا بالنسبة لأسوان، لأن أسوان تتكون من 6 لجان نقابية، نقابة إدفو، واللجنة النقابية لنصر النوبة، اللجنة النقابية لكومومبو، اللجنة النقابية لمركز أسوان وبندر أسوان ودراو. وعرضنا إنجازاتنا إحنا اللي تمت في المدة من 2012 حتى 2023، والحمد لله يعني إحنا بالنسبة لأسوان عملنا مستشفى كلفتنا فوق 30 مليون جنيه، ده كله لصالح المعلم. تجمع كذا محافظة هنا في أسوان ولتبادل الخبرات، نقش المشاكل اللي بتواجه كل نقابة فرعية وبرضو بعض لجانها والوصول لحلول ليها. في خبر حلو قاله برضو النقيب خلف الزناتي ان نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة للمعلم بدل 30,000 ان هي المبلغ الصاعد ل 37,000. هيتم النهاردة تكريم المعلم المثالي، الأم المثالية، رائد المثالي، برضو رائد المثالي بالمعاش، حتى يعني الجماعة اللي طلعوا معاش ما تنسوش النهاردة. يأتي هذا في إطار خطة نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية من عقد الجمعيات العمومية لكل النقابات بشكل جماعي توفيرا للوقت والمال. تم تكريم اليوم بناء على الجهود التي بذلتها في أثناء مدة خدمتي كنقابي للمعلمين. وطبعا النقابة طبعا خدمت جميع المعلمين في جميع النواحي، العمرة والحج، وعملنا برضو بتاع محل السلع الاستهلاكية سكر وزيت وبتاع عشان نوفر للمعلم الفلوس الباقة اللي بتشتري من الأسواق الخارجية. المعلم هو الأساس في أنه يعني هو المكون للإنسان المصري، يعني
لو التعليم كويس اعتقد هتلاقي شعب متنور، شعب متحضر، شعب منتج، فبالتالي ده كله يتوقف على نوعية التعليم. وانا بشكر كل الاخوة الزملاء، نقيب المعلمين ياسين عبد الصبور، الاستاذ عبد الكريم لطفي، والاستاذ فيصل، والاستاذ عادل عوض الله، واحمد مكاوي، كل الناس دول هم طبعا قيادات العملية التعليمية ونقابة المعلمين بأسوان، والراجل اللي هو طبعا مايسترو النقابة الأستاذ عادل سكران، وجميع الأخوة الزملاء الموجودين معانا. أنا طبعا جاي مدير مثالي لإدارة أسوان، لكن أنا نقطة في بحر. عمل مشرف وعمل رائع وحاجة نفتخر بيها بصراحة، ويعني تنظيم أكثر من رائع، وبتمنى التوفيق للجميع. ولفتة طيبة بصراحة، يعني تكريم أم مثالية، تكريم مديرين متميزين، تكريم معاشات، بصراحة حاجة جميلة جدا. بمشاركة 6 نقابات من فرعية على مستوى محافظات جنوب الصعيد، ومشاركة النقابة العامة للمعلمين على مستوى الجمهورية، تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة على رأسها تحسين المستوى المالي والاقتصادي للمعلم. وعلى هامش ذلك تم تكريم المعلم المثالي والأم المثالية على مستوى محافظة أسوان. كان معكم من داخل النقابة الفرعية بأسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.